انهد البيت انهد البيت انهد البيت. الباب 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 يطقونه حيل. ما ادري من وين جانا اقوم. ما ادري يمكن حراميه 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 حراميه. حسبي الله على بليزس. من ذا الملعون الصغير اللي قام يطقطق في هالليول؟ بعدين انت قولي لي حرامي حرامي بيجي يرن الجرس ويطقطق الباب بيستاذن قبل لا يدخل. الحين الحرامي لا تاكل اخلاق خلاص قام يدشون على البيوت ولا يحترمون احد ولا يقولون البيت له حرمه. قوم لا يصير فينا شيء. قوم 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 الحين. هالكمخه وراه ما يفتح يا اخوي. يمكن ناقل ولا شيء. دق دق شف ناقل. هذا وجه وجه ناقل حده هالبيت ويخب عليه. أقول بس خليني أشوف ذا اللي طقطق الباب. قم افتح الباب. قم شوف الجرس ذا اللي حاطك إنه جرس مدرسة. قم لا يدخلون علينا. قم هذا قالت جرس مدرسة. هذا جرس حق الدفاع المدني اللي نادي للدفاع المدني صار في حريقة. وانت جايب علشان تحرق روسنا. قم أقول لك قم شو فيك أنت؟ لأني أنا شريته بأثر رجعي من الحراج بن قاسم. لأني أنا ولا بس قم فتش الباب. قم شوف من اللي جانا. قم لا يدشون يذبحوننا يمكن معهم رشاشات ولا بنادق. قم قم دير بالك. خذ معك سكينه ولا شيء. ان شاء الله. دير بالك سم بالرحمن. رسيت رسيت. ايوه ايوه روحوا روحوا ما في احد. افتح يا رشيد افتح ولا كسرنا هالباب. تبي تكسر الباب؟ كسر الباب. فتحة ماني فاتح. بعدين ما تفهمون قايل لكم ما في أحد. هالحين تسكر الباب في وجهنا يا قليل الشيمة؟ ماني بقليل شيمة، لكن آخر مرة قابلت فيها الشيخ مساعد كان معصب. ترى الشيخ إلى الحين هو زعلان عليك يا رشيد. أجل جاي تبي تطاقون معي برسلكم تطقوني. أسمعت وياه تراني أعرف ألعب وش اسمه كراتين وش اسمه وكفر فون. أفق واحد فون فون فيك بخليه كبرنا. أقول اسمع يا أبو كرم فون، هذا ظرف من الشيخ مساعد وفيه تذاكر سفر ومصاريف لك ولعيالك. تفضل. ما أستلم شيء. أفرض أنه حاط صاعق مفجر ولا حاط لي شو اسمه وحاط لي الجمرة الخبيثة ولا حاط لي شو اسمه باطوري. أقول الجمرة الخبيثة في اللي ماني بقايل إن شاء الله. أسمع، هذا ظرف من الشيخ مساعد وهدية منه. تفضل خذ. هدية هدية صحيح. هدية خذ. يعني في تذاكر هنا؟ إيه نعم تذاكر سفر. ولا لا بتروح لتركيا. تركيا يا رشيد مع أن وجهك مو بوجه تركيا. تركيا؟ روح قبل مسلسل شو اسمه التركي هناك لا يمنع ذلك. طيب ممكن أعرف ليش؟ يا أخوي الشيخ ما يبي يشوف وجهك في البلد. وبعدين أنت وش خسران؟ التذاكر وجاتك ببلاش ومصاريف السفر وعندك، وش تبي بعد أكثر؟ والله أنها موافقة. أجل أبروح أقدم لي إجازة بصرف إجازة إن شاء الله تزيد الأمور. هالحين أنت اشتغلت؟ لا أقدم إجازة على نفسي. أنا عندي نظام أقدم إجازة على المسؤول اللي هو أنا. والله أني هذا المسؤول أنه عله ثم أنا بصرف لنفسي إجازة يعني إن شاء الله محلولة بدبر واسطة. أقول أهل العقول في راحة. الله يعين اللي بيشغلك بس. أي أيوة والله أهل العقول في راحة. هذا إذا لك عقل. الظاهر ما في إلا فنجانين فيهم تراب في مخك. المهم أقلطوا تقهوة. أقول وش أنت قهوة؟ المهم هذه هدية الشيخ. رأسك ذا اللي كنا حبة برشومي ما نبي نشوف هذا القصر يعني. ولا عند الشيخ شاوة. فهمت؟ أبشر. يلا فيروز مشي. يلا يلا. يعني صدق بروح لتركيا؟ أي أيوة والله تذاكر. أي أيوة والله تذاكر. شيخة شيخة حرامي حرامي وش حرامي حجل وش حرامي من نوع آخر وش نبي نسافر برا الديرة. وين العاصمة؟ أي عاصمة يا قروية؟ وين؟ بنروح لأوروبا. افرح يا زين افرح افرح يا زين. الله 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 الله. أيوه أيوه أيوه. بس الوزير متكفل كل شيء. وشو أفكر بس يقول شهر ما سافرنا راحت علينا التذاكر. والله بلشة لا إن شاء الله قبلها بسافر. سندريلا
المسلا يطيح بيتنا ركدي. انت وش فيك؟ تمشين وتناطين. اقول وش فيك؟ قاعد ارتب امور السفره حق تركيا. ومن قالك احنا بنروح؟ ليش ما قايل لي وفرحانه وكل شيء زين؟ والله فكرت فيها، من غير ان ابراهيم عنده مدرسه وعمي وخالتي من اللي داريهم ومن يشوف شغل البيت، فانا اقول انت رح لحالك. اروح لحالي؟ شو اسوي؟ ما احب اروح لحالي انا. دبر عمرك، شوف لك حد يروح معك. يلا باي باي. وش هالبلشه؟ انا اروح لحالي؟ والله ما اعرف اروح لحالي، لازم احد يرد علي الصوت ولا يضيق صدري، والتذاكر بتروح علي. خلي اشوف احد من هالقريه خاويني. ما عمك شيء، الموضوع ذا غريب يعني. ما في اي زور رضي يمشي معك؟ ما في ولا واحد، كل اهل القريه، كل اهل القريه عيوا. لكن انا بتهيالي يعني انت في زول ناسيهم. ما في احد، كل اللي كلمته ما بقى احد ما حكيته. لا 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 لا، انت في زول ناسيهم، انت في زول ناسيهم. ما نسيتهم يا ابن الحلال، كل العالم كلمتهم. يا عم رشيد يعني عين 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 كويس يا رجال. حتى مرتي عيت، صدق عاد دائما توافق تنجبني في كل الرحلات الا للرحله. طيب جميل، ممكن ده يكون خير لاحدهم يعني في 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 مكان ما على المستوى. بس قهر، التذاكر مجانيه، ثلاث اشخاص مع سكنهم مع كل شيء. طيب جميل، في زول انت ممكن تاخذه معك؟ ما في احد. عين؟ ما عاينت بالعلاقه، ما بقى احد ما شفته. يعني انظر كده حواليك؟ ما في. طيب عين 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 هنا. قلت شنو؟ ماني فاهمك. يا عم رشيد، انا يا عم رشيد بقول لك حاجه من الصبح. يا عم رشيد تقصد انت؟ لا امي. ايش دخلني بامك يا اخوي؟ ايش في امك؟ امي قالت لي يا وردي، انا عندي احساس ان انت في يوم من الايام حتسافر اسطنبول. اي والله انك جبتها. اي والله امي، انا عارفك كنت في السفر تكونه، ما في احلى منك. لا 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 لا، توكلنا على الله، هات ايدك. اتفقنا. انا شنو طرت عن بالي ما ادري. والله عم ترشد، انت جميل جدا والله العظيم. اي نعم، وافقتك تروح معي. اي نعم، اعطيتك وجه، بس بالظاهر ما تنعطى على طول. على طول تخيل حتى ترجع رجل. طيب ابو يا عم رشيد، احترم معلمك. شوف المعلمين في القاهره شلون يقدرون معلمهم. طيب واحد له هيبه عندهم، يقدرون معلمهم، يقدرون. قم صلح لي شاي. قم خلاص الشاي، صلح قهوه. قهوه ما في، صلح بيض. طيب صدق لي ما ينعطى وجه. معلمك، حط لي من الشطه الزين، لا تحط لي من الشطه المبزين، ولا تحط لي من البيض الشين. سهري السؤال. بسم الله علي قرعتني. بسم الله علي، انا حسبي الله على ابليس. ابك داخل فجأة، لا حرب ولا دستور، اعرف المكان واعرف التفاصيل المكان. يا اهلا وسهلا بالعلي. ايش طاعونك؟ مالك؟ انا خلاص بري تطلع لي انت المهبول. بسلم على الراجل يا امس. فقعت مرارتي يا اخوي، روحتوني. ماشي خلاص. حسبي الله عليكم. زهري والله بيتخرع طوالي. لا اله الا الله. عم رشيد ايش تبي؟ الزول ده هو الحل لمشكلتك. ها؟ الزول ده هو الحل لمشكلتك. وش يقرا هو؟ لا لا لا، انت ما عندك تذكره ثالثه زايده؟ خلاص انت تاخذ التذكره الثالثه. اسكت اسكت. لا خلاص، هو يطلع معنا اسطنبول ان شاء الله. تطلع معنا اسطنبول؟ لا يمزح. انا ايدي. منو؟ سنة ايدي. يقول لك ما يروح. ما لا يمشي معنا. انت يا عم رشيد دافع حاجه. يا عم رشيد هي تذكره ثالثه يعني ببلاش. خلاص انت تمشي معنا يا اخي، تمشي معنا تركيا. تركيا هاي عندي لميش. هاي انا اسف، انا ما اقدر اروح. ما اقدر. خلني انفض للغبره اللي ذبحتنا في ذيك الديره. غبرت انشقت صدورنا شق. خلني انفض بس صدر شوي. ما نصدق احنا في تركيا. يعني ابو بليسك انت راكب دباب ولا تسولف؟ وبعدين منت كله منك. انا قايل ذا الداشر وشو له يجي معنا؟ لعبت علي وخلتني اجيبه.
اي في تركيا. اي في تركيا. وش تبيني ادبك في الوعر ولا الخك بنيه عشان اعدل للعيون؟ لا يا عم رشيد، السؤال احنا في اي جزء بالضبط يعني من تركيا؟ شوف يا ولدي يا وردي، احنا ممكن طلعتنا من المطار متجهين لاسطنبول، تعرف نمر على مناطق لحد ما نوصل اسطنبول. لكن شوف الجو، شوف الحلاوة، شوفوا شوفوا شوف شوف الناك، شوف الناك وين؟ شوف ذا الطبيعة وذا الفلة الحجاج. شوف وين؟ منا هذه منطقة ساحلية كان السفن تحط من خلالها وفيها قلاع، فيها ذئاب. الله يشرها عليك اللي علي اللي قاعد يسولف لك. اسمع الخبر ده يا عم رشيد. لا تقول لي بعد فيه احتفالات وتبشيرات بقدومي، ترى محبوب انا في الدول. اكيد دروا ان رشيد بن حويرس وصل تركيا. هاي والكلام ده موجود في صفحه الحوادث. اسمع انت، عشان انت بتحب يا زول، اسمع انت بتحب الحاجات دي. قال لك العميل 007 سيقوم بزياره الى تركيا قريبا. لا يهمك، هذا حق المسابقات فتح الجنوب، واضح 007. ما دي ما مسابقه يا عمي ده زول. اسف، يلا كمل. فهموا يا اخي تيتا 700. اسمع الزول ده جيمس بوند، اسمه جيمس بوند. اي عرفت، هذا تلقاه معاه جيمس شكمونين ومحمل جح رايح لتركيا بيبسط في السوق عتيقه عندهم، واضح. وش جاه كمل يا اخي. جيمس بوند ده عميل بتاع الانتربول يا اخواننا. بلانترهول فاضي لك ذا الخرابيط وجهك. يلا وذا الجمال وذا القلاع. يا سلام، ترى اوتيلنا ما هو بعيد. يا شبابي صبري وابتاحي، الله يا الله غفار الزل. البسكم، هذه تركيا، هذه فلة الحجاج يا خيي، الهواء والطبيعة والمطر. والمطر ما يا الله يا كريم، يا الله ييسر امورنا والامور تطلع ما في احلى منها. ذبحت وليتك رشيد، ورا بديك تاكسي. وشو له تاكسي؟ وشو له التكاسي؟ معطينا الله بالرجلين عشان تسدح على المرقد، وبعدين الشيخ مساعد اعطاني حق الاوتيل وعطانا مصاريفنا ضمن الاوتيل، وما في مصاريف تاكسي. وتوفير هاي ما حسب برضو مصاريف لعلاج المستشفى اللي رجليته كسرت بعد درج ده يا عم رشيد. يا ابن الحلال، ما هو من المشي انت، من كثرك البيض اللي فقع رجليك مش ود وياه. هذا اوتيلنا قريب. يلا الحين كل هذه تركيا. كل هذه تركيا؟ لا ما بعد شفتوا شيء. دولة. Thank you my friend. بروك قدمت وياها سالفة يا ابن الحلال. تركي شنطة تركي شنطة. هات هات امشي، توكل على الله توكل على الله. اسمع انت، اسمع عاد، انا اعلمك، تراني ماني بموافق من اول على جيتك، لكن ذا قلب راسي. انا ما بقى لها يا ماشي واحد الداشر. افايش انا ايدي. اترك عنك سنايدي، هذا سنايدي خله في ديرة غشمشم. هنا تركيا فلة الحجاج وسعة الصدر، نبي تكانه ونبي علوم رجال. الشيخ مساعد الله يجزاك خير ويجزاه ويوفقه، عطانا حق السكن زين، واما شيل شنط ما شنط ما عطانا، فشل شنطتك الله يهينك وتوكل على الله. الله مشاك يا اخي، الله مشاك. لا يكثر بربرة. يلا çok yanık bu. Evet patron. Taraflara verecekmiş kendini. Çok akıllı. Yalancı, dolandırıcı. Öldürmemiz lazım onu. Biz hazırız patron. Emrini bekliyoruz. Acele etmeyin. Polis onu almadan, işbirliği yapmadan patron. Gidin öldürün onu. Biz gidebiliriz artık. Thank you.
العب. لا العب انت. العب انت. لا العب انت يا مرشد. اقول العب عاد. خلاص العب انت. اقول العب لا خلاص 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 خلاص. ها حط اربع. حرام عليك. حط اربع. كيف؟ حط اربع جا تكه. طيب ماشي. واحد. ايوه. اثنين. ايوه. ثلاثة. مظبوط. هوب. الله اكبر. دقيقة. لا لا ما يبلك. انا اللي كاشف. انا عاد شفته من تو بولد يوم يوم طاحت ذيك وطلعت. جو 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 جو. قاعد تبيض انت ولا تفرج على المباراة؟ ايش بلاك يا اخوي؟ العشاء اصبر شوي بعدين قايل لك ذا الداشر لحد ماشينا انت خليني جايبه معي. اختيارك انت ما اختياري انا. المهم الان طاح الفاس الراس وقلت انه جمعنا. المهم اشوف انا اخوك طالب عشاء زين طالب واحد اسكلوب وواحد ما بعد سكلبوه. هذا هو الكلوب. الكلوب افتح لك الكلوب ربطه هذيل. لا بخليه انا خفتي والله القاه مسفلح مع ذا الشباك. انزل العب. انزل العب. شنو وين وصلتوا؟ اي ورقه افتح. اها دي خلاص. يا هلا تفضل 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 حياك الله. يا الله انت حيي هذا الخدمات اللي ما يحتاج اللي الصوت نبو بليز ده الهوتيل كله سكارة سبي الله عليهم. أنا أشوف وشو هذه أخرتها أخرتها الخرابيط والبرابيط. أنا أشوف طاعونهم شونكم هل مسكنات الله يكفينا شرها يا الدشير. خل واحد يدوز العمرة وش الرجال. excuse me ضفهم بلدية. الحمد لله رب العالمين. Salaklar! Nasıl kaçıyorsunuz orayı? İki kişisiniz. Çok hızlıydı patron. Ben böyle kapı kapıdan görmedim patron. Başka bir yol bulacağız. Oteli patlatalım patron. Hayır olmaz. Yakayı ele veririz. Polis yakalar bizi. Ne yapacağız patron? Ben tek 007'yi istiyorum. Yani başlarını istiyorum. Ya selam halen cev. شيك فك فكتها. اذكر شيخ شخص قوله. اذكرت منو؟ شخص اختي. صدق ذكرني في سيارة ايس كريم. كل الاماكن كلها مشتاقة لك. مشتاقة. يا بعد قلبي يا قلبي. ايس كريم ايس كريم. تبي قلبنا انت ايس كريم ايس كريم اخو روح طاحون خذ هذه دراهم روح اشتري اللي تبي يا اخو معاو معاو خلاص هو معاو روح اشتري ايس كريم يا اخو ايش غلطه خلني في جوي تبون ايس كريم جيب لي نفسك انا خلاص ما دايم كمل 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 يا جار اصاد جار Oh, my God.
şapkalı. Böyle iri yaran. Ha, iri yaran. Oturuyor hani şişman hangisi? Şapkalı. Ona öyle. Tak tak. Okey. Geç. Tamam. Hayır. Tamam. هذا ظاهر عرض عرض تنشيط سياحي. دقه 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 اقول قرعه قرعه ايوه باخر سوي نفسك مالك على اخر ما طيحنا شيء هذا من سيارة بالشغل البرودة هاي طب عطني ايس كريمك لا لا دفعت اقول لك عطني ايس كريمك لاوريك شغلك اقول بلا ايس كريم بلا نيلة النحشة النحشة نمشي النحشة نمشي Zeki ve kuvvetli adam görmedim patron. 007 gibiydi patron. Ben de patron. Ben ondan daha güçlü, daha kuvvetliyim. Öldüreceğim onu. Aho çıkıdım çıkıdım. Aho ya çıkıdım çıkıdım. Aho ya çıkıdım çıkıdım. Allah. Aho ya çıkıdım çıkıdım. Allah. Aho ya çıkıdım çıkıdım. Allah. Çıkıdım çıkıdım. Vardır. Allah ala bilirsin. Vardır. Şaka ala olik anıgım. Vangatahha min ay mezheriye? Cembele, hadika cembele. Aqul vallaha ncabha Allah. Vudde adakhilha fiznik. Ve asayyikh mıkhik tasiyikh. Ya Allah yandaf. Na barak Allah fiik. Laat gattay şey. Mehdiyek vardır timsutni biha. Kalbhum. Aho ya çıkıdım çıkıdım. أخويا تكتم تكتم وش هو تكتم هذا؟ تركي باللغة التركية أغنية تركية؟ أي الله أخويا تكتم تكتم مشيت؟ آه عليك الله تطلب لنا فطور بيض ودارين بيض كذا بعيون بيض من غير عيون فكوك نزل رجلك احترم نفسك واحترم مسؤوليتك مديرك واحد راح مع خويه وحطه قدام العسير المثل يقول اللي صار صاحبك عسل طقهم مسمار وخلك الرجال من السلافي بارك الله في الشيطان ما يصير يا جماعه نبي نفطر في اللوتيل نبي ناكل في اللوتيل ايش اسمه ليش نفطر في اللوتيل يا اخي ذبحتنا انت كل يوم في اللوتيل في اللوتيل خلنا نطلع البحر نتشمش وناكل مثل العالم والناس على البحر وتحمد ربك اصلا من اللي جابك معنا غير ذا المقروط ولا انا راح اضيبك يا الداشر 24 ساعه ما ادري وين تسقطن فيه عمون هنا ارخص يا جماعه هنا ارخص ارخص وعشان الشيخ مساعد دافع كل شيء قوم افتح الباب لا 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 انا اللي خلوني في الواجهه انا المسؤول بشوف يومين قمت اغني تركي لو خلوني اربع ايام قمت اغني اسباني ايه ما دريت ان عمك جاموس ايه وحافظ اللغات وخلوني جاموس بعدين لا يا عمي لا لا بس جاموس كيف اسمها غاموس 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 الثور اللي جابكم روحوا نظفوا غرفتكم لو ليسكم احد ياكل على فرشه روح روح على جريده فرش الجريده وقاعد ياكل وانت اخو جايب من ملابسك نقعها بزعفران وش الريحه اللي فيها كلها اندروير اندروير انا والله اللي بعد البلكونه بنط بنبك اندروير طيب طيب Hello, good morning, afternoon, very much. What's your name, please?